بعد مشاركته في احتفال عيد الجيش في الفياضية، استقبل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني في مكان إقامته في فندق فينيسيا رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع على رأس وفد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله العطية. وتناول اللقاء الذي استمر نحو ساعة الأوضاع في المنطقة، لا سيما القضية الفلسطينية ومساعي السلام. كما تطرق المجتمعون إلى الوضع اللبناني انطلاقا من القمة الثلاثية في قصر بعبدة، والتي جمعت الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد والرئيس العماني ميشيل سليمان. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أقام مساء أمس في السرايا الكبيرة مأدبة عشاء على شرف أمير قطر وعقيلتها الشيخة موزة، بحضور رئيس الجمهورية العماد سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحشد من الوزراء والنواب وسفراء دول وشخصيات. الحريري وفي تصريح له أمام الحضور أكد التزامه الدائم إحباط أي إمكانية للفتنة وحفظ الاستقرار وصون السلم الأهلي والعيش المشترك والوحدة الوطنية في مواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي. وبعد العشاء انتقل الحريري وأمير قطر بسيارة واحدة إلى بيت الوسط، حيث عقدا اجتماعا ثنائيا مغلقا.